كمان اللي لازم يشارك معانا والحاضر دايما في كل المناسبات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قرر يشارك اخواتنا الاقباط احتفالات عيد القيامه وشم النسيم وخاصه الفئات الاولى بالرعايه. وبدات امانه التحالف للعمل الاهلي التنموي في محافظه اسكندريه بدات بالفعل ان هي توزع مواد غذائيه على الاسر الاكثر استحقاق، وطبعا ده مش جديد على التحالف ولا على النشاط اللي بيقوم بيه التحالف دايما في كل مناسبه وفي كل مكان بتلاقيه دايما موجود ودايما حاضر ودايما في اول الصفوف بيساعد ويحاول ان هو يقدم ايد العون دايما لكل المصريين علشان يحسن ظروفهم ويحسن حياتهم. شكرا للتحالف الوطني. فعلا احنا بنشكر التحالف الوطني دايما زي ما انت قلتي موجود ودايما بيقدم مساعده ودايما بنشوف صوره حلوه جدا زي ما احنا شايفين اهو على السكرين دلوقتي معانا. بنحييهم وبنشكرهم وبنقول لهم هم خليكم ايه مكملين كده.